أعزائي المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمية الخير. في الحقيقة النهاردة فكرنا إحنا ليه ما نعملش حلقة عن فتح المساجد، وفرحة كبيرة وكأنها فرحة عيد بالنسبة لنا وبالنسبة للناس كلها. أنا شفت ناس كتيرة فرحانة بفتح المساجد كأنه عيد فعلا، الناس بتذبح والناس بتوزع رز بلبن والناس عمالة تعمل حلويات، عيد وفرح المسلمين كلها. قد ايه فتح المساجد عرفنا بعباده قلبيه عظيمه. يعني احنا كمسلمين بعد كل عباده قلبيه عظيمه زي الصوم او الحج ربنا بيدينا مكافاه كده وهي العيد. فربنا عز وجل كافئنا بصبرنا على الابتلاء بحاجه كده شبه العيد اللي المساجد اتفتحت. فربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وكافئنا اللي احنا بقينا نسمع صوت الاذان تاني من المؤذن. وبقينا بنصلي يمكن شوية بعيد عن بعض بس بنصلي في بيت ربنا عز وجل. وفي حاجة تانية حصلت حلوة قوي، الناس حتى لما كانتش بتصلي وقلبها مش متعلق بالمساجد بقى نفسه يخش المسجد. فربنا عز وجل أكرمنا اللي ما كانش بيخش المسجد بقى يصلي في المسجد دلوقتي. ففرحة وعيد والله بالنسبة لنا. فالنهاردة هنكلمكم عن الأذان وجمال الأذان ووقعه على قلب المسلمين، ومعنى الأذان إيه، نعلمه لأولادنا ونتعلمه إحنا لو ما كناش عارفينه، مع فضيلة الدكتور أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشرفنا ومنورنا. مرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. عودا حميدا. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا رب. الناس دايما بتقول الأذان بس مش عارفين يعني إيه يؤذن للصلاة. وكلمة أذان جت منين سواء في الشريعة أو في اللغة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني تعليقا على الافتتاحية الجميلة دي، فعلا رجوع المساجد وسماع الأذان بصيغته المعروفة اللي هي مش لا مرتبطة بالنازلة ولا حاجة، فعلا كنا في شوق كبير أن تفتح المساجد من جديد. فرحة وجدناها يعني رائعة وكبيرة جدا. صحيح. وهذا يدل على ارتباط المسلم ببيت الله سبحانه وتعالى. سبحانه. وهذا يدل على أن الخير باق في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. سبحانه وتعالى. صحيح. اسمحي لي، يعني احنا متابعين على الفيس وعلى السوشيال ميديا بعض الحاجات برضو، أنا زعلان من بعض، ربما يكون منهم أخواتنا من الدعاء، أسلوب وطريقة بهذا الإطار وهذا الصدد، لما يقول أدي المساجد اتفتحت نشوف اللي مصدعين وما كانوش أسلوب يعني لا يصح. بعدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باللين في الكلام. أحسنتي أحسنتي، ما كان الرفق في شان إلا زانة. صحيح. وما نزع من شان إلا شان. وكلنا ذوي خطأ وكلنا ذوي تقصير. صحيح. فما ينفعش نكلم حتى اللي مكسر وبيصلي بيده، حتى اللي ما ينفعش أكلمه بهذه الطريقة. صحيح. دي أبدا ده مش أسلوب دعوة ولا أسلوب أنك تقرب الناس خالص، فده أمر. الأمر الثاني قبل ما أكلم حاجات شايفها مهمة، يا أستاذة أميرة لما فتحنا المساجد بنهيب بالمصلين إخواتنا وحبايبنا إن هم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية. صحيح. عشان تستمر المساجد مفتوحة. صحيح. يعني لما بنقول اللي بيصلي لازم تبقى كمامة معاك ولازم المصلية تبقى معاك وتحافظ على التباعد، إحنا كده بنحافظ على إن المسجد يكون مفتوح. صحيح. فتبقاش أنت سبب في غلق بيت ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه. ويمكن كلنا قرينا خبر ان المسجد الحسين اغلق اتقفل بسبب برضو ان بعض الاجراءات ما كانتش مضبوطه، اعتقد هو لسه قري خبر انه اتفتح تاني بنفس. فانا بس بهيب بالساده المصلين ان هم ينتبهوا لهذا عشان ربنا يكرمنا وتفضل المساجد مفتوحه وترجع لنا الجمعه كمان، وان شاء الله يعني عسى ان يكون قريب يا رب. قريب ان شاء الله. الاذان في اللغه من اذن، وهي الإعلام عن الأمر والإعلان عنه. في الشريعة هي نداء إلى الصلاة، هي نداء، يعني الله سبحانه وتعالى ينادي على المسلمين أن يأتوا كي يصلوا في بيته أو في بيوته. تمام. أصل تشريع الأذان سيدنا عبد الله بن زيد صحابي جليل رأى رؤية في المنام،
طب انا بس هقطع حضرتك، اسمعني. يعني الـ الاذان ما نزلش مع الصلاه؟ يعني الصلاه كانت نزلت في وقت، او لما عوج بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، وبعدين الاذان كان بعدها؟ نعم. ولا نعم. الاثنين كانوا في وقت واحد؟ لا لا، الاذان نزل بعد الصلاه، فنزل في المدينه. الاذان نزل في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه، التشريع كان لوحده من خلال هذه الرؤيه. تمام. وازاي تشريع يجي عن طريق صحابي؟ يعني هو كمان التشريع ما كانش عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق صحابي. ازاي بقى تشريع؟ التشريع احنا عارفين من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقول دلوقتي بعد ما ايه نحكي الرؤيه اللي ايه عبد الله بن زيد شافه. سيدنا عبد الله بن زيد بيقول ان هو شاف راى رجلا عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس. ناقوس الاله اللي بيضرب بها الجرس زي الكنائس وحاجات زي كده لما يجي الندوه للصلاه يعني. فعبد الله بن زيد بيقول للراجل ابتاع لي هذا الناقوس، انا عايز اشتري منك هذا الناقوس. فبيقول له ليه تشتري؟ هتعمل بيه ايه؟ فقال له عشان انادي بيه للصلاه. فقال له افلا ادلك على ما هو خير من ذلك، على شيء خير من ذلك؟ فقال بلى. ايه هو دون؟ فقال له قول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى اخر. علمه صيغه الاذان. افاق عبد الله بن زيد وراح للنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي له، بيقول له يا رسول الله انا شفت كذا كذا كذا. حكى له الايه؟ الرؤيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انها لرؤيا حق ان شاء الله، اذهب الى بلال فلقنه النداء الاذان فانه اندى صوتا منك. راح عبد الله بن زيد مع سيدنا بلال يقول له، وده يقول ده يأذن وده ايه يقول له قول الله والله اكبر، لحد سمع سيدنا عمر الخطاب الاذان في البيت، فيعني اخذته الهيبه والاجلال فجر ثوبه واسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت ما رايت الان. يعني انا شفت نفس الرؤيه سبحان الله، بس سبقه بيمين عبد الله بن زيد. طب ليه رؤيا جت احد الصحابه وما جاتش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. اتفضل. التشريع بقى منين يجي تشريع؟ الاستجابه لسؤالك دوت ان هي التتمه دي هي مساله ليه تشريع؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعد تشريعا. احنا تعريف السنه هي ايه؟ ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او صفه او تقرير، والتقرير بيكون اما بالسكوت واما بالاستحسان. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر انها لرؤيا حق، ولما جه سيدنا عمر حكى له قال الحمد فلله الحمد، حمد الله عز وجل. فهنا ناخد بالنا من حاجه، اقرار النبي يعد تشريعا. يعني هضرب لحضرتك مثال. عمرو بن العاص كان في معركه من المعارك فاصبح جنبا، ما كانش فيه ميه، فتيمم وصلى إماما بالناس. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال قال يا رسول الله قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. يعني هو يعني استنبط من الآية إن أنا لو كان الجو برد جدا فلو اغتسل بالماء البرد هيضر نفسه قد يموت. يبقى هو هنا إيه خد الآية فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا الابتسام اقرار وهذا السكوت اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالبلدي كده هذا يعد تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ان الخبر وصل له واقره سواء بالسكوت او بالاستحسان بالكلام يعد تشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التشريع هو السنه. طبعا. طيب لما معلش انت قلت لي السنه، المصادر التشريع الرئيسيه عندنا اربعه: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الرئيسية في الإسلام. طيب تمام. طيب الناس كلها بتقول أو معظم الناس بتسأل ليه الله أكبر جت في أول الأذان؟ كان ممكن مثلا أول ركن من أركان الإسلام والشهادتين. نعم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. ليه الله عز وجل خلى الأذان في الأول الله أكبر وبعدها العقيده بقى؟ نعم. اشهد ان لا اله الا الله وان نعم. محمد رسول الله. سؤال جميل. التكبير اولا وتربيع التكبير اربع مرات. صحيح.
يعني التكبير في الأول وأربع مرات وتسنية باقي الأذان. ليه؟ للحاجة إليه، للحاجة إليه، لأن هي الحاجة للتكبير مهمة جدا. ليه؟ الأذان ده معناه احنا قلنا نداء للصلاة. صحيح. طيب الناس فين؟ في الدنيا. صح. يا إما في الشغل، يا إما بياكل، يا إما مع زوجته، يا إما. فالله أكبر طبعا هو بينادي على المسلم، فهو أساسا بيشهد لا إله وأن محمد رسول الله. صح. مش لسه يقول له أسلم. فالتكبير تدعو الحاجة أن يقرع آذان القلوب أولا الله أكبر من طعامك، من عملك، من زوجك، من أبنائك، أكبر من الدنيا وما فيها. وتكراره يفيد التأكيد، يعني زيادة التكرار يفيد زيادة التأكيد. صحيح. يعني في اللغة العربية التكرار يفيد التأكيد. فلما يقرأ الله أكبر الله، يجي الواحد لو مرة أو اتنين ممكن الواحد برضو يشغل، إنما أربع مرات لا حجة لك بعد ذلك. صحيح. كأنها إقامة الحجة على من يسمع النداء. طب هل أنت كبرت الله عز وجل، عظمت الله في قلبك؟ هل أصبح الله أكبر في قلبك خير من الدنيا وما عليها وما فيها؟ صحيح. العملي بقى هو هيبين بقى الأثر العملي، هيجري للصلاة. صحيح. ولا هيفضل بقى وكأنه ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم. لسه كنا بنذكر أمنا عائشة لما كانت بتوصف تقول كان صلى الله عليه وسلم يداعبنا ونداعبه ويعاسفنا ونسف، فكان إذا سمع نداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. صحيح. فالتكبير هو تعظيم الله، أي أن الله أكبر حقيقة مما في يدك ومما أنت عليه. الله أعظم. الله أكبر سبحانه وتعالى. بس أنا يعني بحس في النداء بحاجة تانية، يعني طبعا تأكيد، بس بحسه نداء محبة طبعا. يعني إحنا طبعا ولله المثل الأعلى في الدنيا، تلاقي لما نبقى عايزين نتكلم حد نتصل بيه مرة واثنين وثلاثة. نعم. ربنا بينادي علينا أربع مرات ولله المثل الأعلى سبحانه. نعم. وتعالى. ده ربنا بيحبنا قوي طبعا. إيه المحبة دي طبعا؟ يعني أربع مرات يا رب، خمس مرات في اليوم، أربع مرات في المرة بتقول لنا قوموا أنا عايز أسمع صوتكم. هو ربنا محتاج ينادي علينا عشان نروح له سبحانه. المفروض احنا نروح الغني سبحانه، غني عن العالمين. إنما يقيم الحجة ويناديك ليه؟ ربنا بيناديني ليه؟ ليه أنا ولا ليه هو؟ ليه أنا؟ طبعا. أنا اللي محتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فإحنا اللي محتاجين لربنا. فعظمة ربنا سبحانه أنه ينادي علينا ويؤكد في ندائه نداء محبة، نداء تعظيم، نداء ود، نداء رحمة. تعالى اخلع من ذنوب الدنيا وأخطائك ومعاصيك وتعالى ليا. أنا هقف عند النقطة دي عشان حضرتك قلت الود، فتذكرت اسم الله عز وجل الودود. نعم. هناخد زمزم من الجيزة ونرجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زمزم اتفضلي، ايه الاسم الجميل ده يا زمزم؟ الو الو. ايوه يا ستي. انا معاكي يا حبيبتي، اسمك حلو قوي جدا. انا بس سؤال. اتفضلي. انا من زمان قوي بصلي ماشي تمام، بس ساعة الفجر ببقى عاوزة انام شوية. أم ربنا كل يوم بيصحيني ان انا اخش اعمل اي حاجه، ان انا اقلع وبص الاقي حاجه تغمض عيني انام. بقى اصلي الصبح، هل ده يعني انا عارفه ان غلط. انا مش صغيره، انا ارمله عندي 58 سنه، انا مش صغيره. ربنا يديك الصحه. بس انا ببقى النوم معرفش. طيب حضرتك عايز تسالها في حاجه دي؟ لا وعاوزه اقول لسيدنا الشيخ. طيب. انت يعني الدين جميل وكلامه جميل وكل حاجه، بس انا واحده ست اقسم بالله ما عندي اكل في البيت. حاول ربك وتجيب لي. هي ما عندهاش اكل. احنا جوزي ما مات وجوزت بناتي. انا مش لاقي اكل. حاول ربك وتجيب لي. ولا معايا اكل. يا ريت ياخدوا عنوانها ما تقفلش معايا يا جماعه، خدوا رقمها من فضلكم. حاضر يا ستي، ربنا يا رب ان شاء الله يغنيك ويغنينا. يا ريت احنا بنعمل ده للجامعات اللي هي بتعمل في القناه طبعا، في كل القنوات طبعا. الحالات اهي، ابحثوا عنها وشوفوها
وساعدوه يعني. لا واهل الخير كتير قوي يا دكتور. كتير جدا جدا والله جدا. وعايز اقول لحضرتك يمكن في رمضان شفنا الخير ده كتير قوي. ايوه نعم. يعني ناس فعلا عندها أيوة عايزين يعملوا خير. صح صح. واللي ما كانش عارف ده في رمضان عرفه في الازمه اللي احنا كنا فيها. نعم. قال لك انا بدل ما اروح احج انا اروح ابقى فلوس الحج دي هلف على بيوت الغلابه. صح صح. فانا بس عايز لو تسمحي لي اجيب اجاوب على 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 سؤالها في موضوع هي في تاخير الصلاة. في الصلاه فاحنا بنقول لها يعني اولا مهم ان المسلم ياخذ باسباب الاستيقاظ لصلاه الفجر. في اسباب صحيح. في اسباب اسباب حسيه واسباب معنويه. اسباب الحسيه ان هو ينام بدري عشان يعرف يصحى الفجر بيدن 3 وشويه دلوقتي ده ربع تطور. فانت لو هتنام للساعه 1 هتصحى ازاي؟ هو بالعقل يعني. ممكن يكون ده نزغ من الشيطان يعني. ما يعني. لسه هقول بقى ما انا الاسباب الحسيه والمعنويه وجاي للشيطان دلوقتي مش هسيبه يعني. فيبقى اول حاجه قلنا ينام بدري ياخد من الاسباب ويظبط المنبه والحاجات الحسيه. الحاجات المعنويه ما يعصيش ربنا بالنهار. صحيح. كي يقيمه الله بين يديه فجرا. صحيح. تمام كده؟ طيب ناخد بالنا. هي بتقول انا بصحى حد بيصحيني وحد بينيمني. اللي بينيمك ده شيطان مخصوص اسمه ولا هان. اسمه ولا هان ده مخصوص عشان ينيم الواحد وقت الصلاه. زي ما في شيطان تاني مخصوص يخلي الواحد يسرح وقت الصلاه اسمه خنزب. ايوه صحيح. وقيل خنزب وقيل خنزب ويجوز الفتح والكسر والضم فيها. اللي هو بيفسد الصلاه على الناس. فانت لازم تجاهدي ما تسيبهوش ان هو ينيمك. انت لذلك مساله الانسان يفزع الى الصلاه. او المصحى افزع الى الصلاه. ما فضلتش كده مريح لا اشيل الغطا واقوم دفعه واحده. صحيح. كاننا وطبعا مهم قوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذه. صحيح. عشان يبعد الشيطان شويه ان هو في الوقت ده عايز ينيم الانسان. وربنا يكتب لها الخير ان شاء الله باذن الله. كنا بنتكلم عن اسم الله عز وجل الودود. نعم نعم. يعني سبحان الله ربنا بيتودد لعباده. يعني هو الغني وبيتودد لنا احنا. نعم. احنا المخلوق الضعيف اللي احنا محتاجين له. نعم. وبرضه بنبعد. نعم. فاللي بيبعد يعني وهو بيسمع الاذان كده الله اكبر حضرتك تقول له ايه يحس بيه في محبه الله عز وجل؟ فعلا هذا الامر يدعو الى التامل والتدبر والتفكر. كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير هو المتعال هو المهيمن هو العظيم هو مالك الملك وخالق الخلق سبحانه وتعالى. والإنسان يعني ما فيش أضعف منه. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أغطش ليلها وأخرج والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أنت مخلوق ضعيف والكون من حولك مخلوقات كبيرة وعظيمة وكله يسبح. لا ومش كده وبس ده كل هذا الكون سخره الله لك سبحانه وتعالى. سخره الله لك. صحيح. يا ابن آدم خلقت الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. إيه إيه الود تاني بعد كده؟ صحيح. وخلقتك من أجلي فلا تنشغل بما خلقته من أجلك عما خلقتك من أجله. سبحان الله. ما تنشغلش بالدنيا اللي أنا خلقتها عشانك دي عشان وسخرتها ليك. أنا سخرت لك الدنيا عشان تعبدني عشان تحبني. صح. عشان يبقى في ود ومحبة وصلة. أنا بس عايزة حضرتك تقول للناس معنى الودود. يعني المعنى نفسه يعني إيه ودود؟ يعني إحنا عارفين إن هو الودود من الود والود من التقرب. وفي معنى الرحمة. وفي معنى ان ازاي ربنا يرزق العاصي ويرزق الكافر يتودد لعبده وهو يعصيه. صحيح. ليه عساه ان يرجع. يعني الحديث القدسي الجميل اني والجن والانس لفي نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بنعمي وأنا الغني عنهم سبحانه وتعالى ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم سبحانه وأنا أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب سبحانه وتعالى. الله من أقبل إلي
تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. سبحانه وتعالى. طيب يعني أنا هقول بس حاجة في الموضوع ده، الفرق يعني هو ربنا عز وجل سمى اسمه الودود. نعم. كان ممكن يبقى المحب. نعم. بس الود، قرأت كده حاجة في الود. نعم. والمحبة، الود هو حب بس بتؤكده الأفعال. نعم. وهو التوبة زي ما حضرتك قلت، هو بيتوب علينا من قبل ما احنا نتوب. لذلك هو صفة جامعة، صفة تجمع الرحمة والحنية وأنه يتوب على العاصي ويرزق، صفة جامعة. يعني صفة المحبة هي خاصة، دي عامة تشمل كثير من المعاني الرائعة الجميلة. سبحان الله، سيجعل لهم الرحمن ود. الله، سبحان الله، ربنا يجعلنا من أهل وده ورحمته وطاعته. يا رب اللهم أمين. هناخد أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أم محمد. لما في نص عدد فضلت الشيخ طبعا، حضرتك أنا حضرتك عدد عائلة، حضرتك عائلة، ولو سمحت يعني هل يجوز إن أنا مثلا يعني أخذ من طعام البيت ده من غير إذن؟ يعني مثلا اعمل اولادي مثلا اخد بيت شام جبن، اعمل اولادي مثلا في البيت، هل يجوز ولا مش يجوز؟ يجوز. خليكي معانا يا ام محمد. تجوز تاخد من اكل البيت، هي بيت عيله، تجوز تاخد من اكل البيت تاكل ولادها ولا لا يجوز؟ هو سؤالك كده اختي، سؤال ثاني لو سمحتي. يعني هو سؤالك الاول بس عشان اعرفه، انت في بيت عيله صح كده يا اختي؟ بيت عيله. انت بقى سؤالك بتقولي يجوز ان ناخد اكل واكل عالي؟ هو البيت عيلة مع بعضينا، يعني احنا البيت عيلة مع بعضينا. تمام. يعني هل يجوز ان ناخد بيت سن جبن؟ يعني الحاجات دي مش يعني للاكل، مش للاكل. بتاكلوه ولا بتعملوه ولا بتبيعوه؟ مع بعضينا. بتاكلوه مش بتبيعيه يعني؟ لا، لو للاكل طبعا ما فيش مشكله، بس يكون بقدر بالمعروف يعني، ما فيش مشكله طالما بالمعروف ان شاء الله. بالمعروف يعني على قد ولادك. على قد ولادك وعلى قدك، لا يكون للتجاره ولا البيع ولا لحد بره. نعم. لا. طيب السؤال الثاني. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. اتفضلي يا اختي، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا بحب اصلي وانا مغمضه عيني، بحس ان ده خشوع اقرب للصلاه. نعم. هل ده يجوز ولا لا؟ حاضر. طيب اسمعيني يا ام محمد، شكرا جزيلا. سمحت بقى، عايز اعرف برضه محل النظر في الصلاه، سواء في الاستقامه او الركوع او السجود او التساهل، عايز اعرف محل النظر الصفاش فين. نعم. حاضر. اسمعي. هي بتصلي وهي مغمضه، ده اوكي. طيب نعم. الصلاه اللي هو الاصل والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه، كان ينظر محل سجوده وكان بيصلي وعينيه مفتحه مش مغمضه، تمام كده؟ ده الاصل في المساله عشان نبقى عارفين. طيب لو واحد غمض عينيه، طبعا هو الافضل والاولى ان هو يبقى مفتح عينيه، لكن العلماء اتكلموا في مساله، طيب هو لو في بعض الناس لو فتح عينيه لن يدرك كامل الخشوع، والاصل في الصلاه الخشوع وبغيه الصلاه الخشوع، فقال في هذه الحاله ايه، يغمض عينيه عشان يدرك الايه الخشوع. وانا بقول يعني هو يحاول ان يعود نفسه ان يخشع في وهو مفتح عينيه، يحاول ان يعود، لان الانسان بيجي بالتعود والتمرات. ما فيش مشكله لو غمض عينيه في اي ركن من الاركان، لكن انا بحاول اعود نفسي على ان انا افتح عينيه. غمضت ما فيش مشكله. يعني النظر محل السجود، او النظر محل السجود. نعم. طيب طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم. لسه معانا يا جماعه الاتصال؟ طيب احنا كنا بنتكلم عن اسم الله الودود. نعم. وقلنا الله اكبر. وبعدين اول ركن من اركان العقيده، اركان الاسلام. العقيده بقى، عايزين نقول للناس ايه هي العقيده عشان اللي مش عارفها. نعم. وليه الشهادتين الثالث الله اكبر؟ لو تسمحي لي، في تذكرت مشهد كده في هيرجع بينا التكبير شويه، نخش منه على الشهاده. بس المشهد بصراحه صعب يعني. كان في واحد بيصلي معايا في المسجد مره، مهندس وشغال في شركه كبيره، مش فاكر مصنع تقريبا. فالمهم بيقول لي صاحب المصنع ما بيصليش،
فبقول له ليه؟ ما اتكلمه عن الصلاة. قال انا كلمته. قلت له رد عليك قال لك ايه؟ قال لي رد عجيب جدا حتى الان يعني الكلام ده من سنين ما نسيتوش. قال له احنا عندنا خمس صلوات. لو انا في الوقت هتوضى خمس دقائق واصلي خمس دقائق ده 10 دقائق. ولو خمس صلوات يبقى 50 دقيقة، أنت عارف 50 دقيقة في اليوم في السنة هتضيع عليا كام جنيه؟ لا إله إلا الله. هل هذا يكبر الله عز وجل؟ لذلك أنا بقول التكبير ده عظيم جدا. صحيح. ينبغي أن يرسخ في القلب. وسبحانه وتعالى ممكن يعطي له فوق اللي يعني بيعطي له المزيد والمزيد. يا أستاذة أميرة البركة. صح. مش المزيد حسيا، البركة. صح. البركة دي نعمة ما بعدها نعمة والله. صحيح. والرضا والقناعة. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. المسألة مش في كثرة المال، طب ما احنا بنموت ونسيب الأموال للي بعدنا بيتمتعوا بيها. دي حقيقة. أموال ايه وبتاع ايه؟ لا 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 لا، ده واحد الدنيا ملت قلبه بس. لذلك احنا مهم قوي ننزع الدنيا من قلوبنا، مش معنى كده ان احنا ما نستمتعش بيها ولا تنسى نصيبك من الدنيا. صحيح. لكن ما تاخدش قلبك، ما تضيعش الفريضة، ما تضيعش طاعة ربنا، تأدي الزكاة، تصلي. ندخل بقى للشهادتين والعقيدة. العقيدة بمعنى سهل وبسيط، ما ينعقد عليه قلبك من توحيد الله، من الإيمان بالله وحده لا شريك له، من الإيمان برسل الله بجميع الرسل، أولهم بجميع الأنبياء والرسل، أول الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، وآخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بكل الأنبياء والرسل، ودي عظم الدين ده الجميل. صحيح. نحن يعني ما فيش نبي أو رسول بنقول ما بنعترفش به، كل الأنبياء والرسل. أن نؤمن بجميع كتب الله عز وجل، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، نؤمن بكل الكتب السماوية. صحيح. والملائكة والقدر خير وشر، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بالغيب. آيات البيض ما ينعقد. أحسنت. ما ينعقد عليه قلبك من عقيدة وشريعة، من توحيد الله سبحانه وتعالى. سبحانه. والإيمان بأركان الإيمان التي ذكرنا، يعني أولها الشهادتين. نعم. طيب، هو لما هو عرف أن الله أكبر وخلى ما بينه وما بين الدنيا، الشهادتين هو تأكيد على العقيدة، يعني ربنا بيأكد على المؤمن في قلبه بالعقيدة. طبعا، أنت كبرت ربنا سبحانه وتعالى وخلعت الدنيا من قلبك. طيب أنت خلاص كبرت، تمام، أنت رايح فين؟ رايح للواحد الأحد سبحانه وتعالى. أنت رجع له دلوقتي وفي الآخر. صحيح. فأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، إليه أتوجه بالعبادة، أستغيث به، أتوكل عليه، أستعين به، لا ملجأ ولا منجى للعبد إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نفر منه إليه، ففروا إلى الله. فلإعلان الشهادة بعد التكبير عظيمة جدا، أنت رايح لربنا، أنت يعني خلعت الدنيا خلاص، وأنت ذاهب إلى الله الواحد الأحد. ذهب إليه ليه؟ تقول له يا رب أنا أذنبت. ذهب إليه ليه؟ يا رب أنا محتاج لك. ذهب إليه ليه؟ يا رب ارزقني، يا رب ارزقني رزق حلال، يا رب اشفي لي اولادي، يا رب اشفي لي، يا رب اجعل بلدي قويه وعظيمه، يا رب انت محتاج لربنا، رايح له. صحيح. فهذا التذكير انك تذهب الى من بيده مقاليد السماوات والارض. صحيح. انت تشهد بذلك وتذهب اليه لتقف بين يديه تساله فيعطيك سبحانه وتعالى. طيب بعدها حي على الصلاه. نعم. عايزين نعرف معنى ايه حي، وجت بعدها الصلاه، بس حي على الصلاه. حضرتك قلت لي مفهوم حلو قوي في الموضوع، قلت لي حي على الصلاه، على وادوات الجر كلها بس احنا عندنا في اللغه الى اكتر. نعم. مش على. نعم. فعايزين حضرتك تقول لنا حي معناها ايه، وليه على الصلاه مش الى الصلاه. نعم. أولا حي على الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على تين، حي على الفلاح، حي على الصلاة، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طب حي تعالى، حي أهلا، تعالى إلى الصلاة.
على بمعنى الى، على تعمل عمل الى، يعني حي على صوت تعالى الى الصلاه. طب دلاله اختيار كلمه على، صحيح، الى فيها مسافه شويه، فيها بعد، يعني كاني ايه هتاخد وقت، انما على اقرب، صحيح، ما تتاخرش ما تتاخرش. ايضا لفظ على تشعر كما قال بعض اهل العلم ان هي ان فريضه الصلاه فرضت في السماء، فوق مكان عالي وسامي وراقي، ففيها من السمو ومن الرقي الكثير والكثير. صحيح. معنى يضفي كده معنى الرقي عظيم جدا، حي على، ففي رقي جميل سبحان الله، وكأن اللي بيفصل ما بيننا وما بين الجنة هي الصلاة. نعم. وبرضو قبل ما انسى، النبي قال ليه لا حول ولا قوة الا بالله، فحي على الصلاة على الصلاة. ده انا هسال حضرتك عليه حالا. هو النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نكرر الاذان. نعم. ورا المؤذن. طب احنا في كل الحاجات بنكرر ما عدا في الحي، حي على الصلاه وحي على الفلاح. نعم. حضرتك قلت نقول لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. ليه مش بنقولها في اول الاذان، بنقولها بس في حي على الصلاه او حي على الفلاح؟ نعم. ليه؟ المعنى جميل جدا وواضح وسهل. انت مش هتيجي المسجد الا بإذن ربنا، سبحانه، إلا بقوة ربنا، إلا بعون ربنا. صحيح. يعني لذلك الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. صحيح. يا رب إنا نعبدك ونستعين بك على عبادتك، فإن لم تعنا فلا طاعة لنا ولا عبادة. يبقى خلي بالك أنت، ده مش فضل منك، مش فضل منك إنك بتعبد ربنا، مش فضل منك انك بتتصدق، صحيح، مش فضل منك انك بتصوم، انك بتقوم لله والله، انما الفضل من الله سبحانه وتعالى. صاحب الفضل هو الله وحده. قال تعالى ولا تمنن تستكثر. صحيح. هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. اياك ان تمن على الله بعبادتك. صحيح. تقول ده انا بصلي، ده انا بصلي، لا 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 لا، الذي وفقك إلى هذه الطاعة وإلى هذه العبادة، والذي أعانك عليها، والذي أمدك بالقوة كي تأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. صحيح. فالفضل كله لله، حول لي أن آتي إلى بيت الله، ولا قوة تحملني إلا بالله عز وجل سبحانه وتعالى. فله الحمد وله الفضل وله المنة سبحانه وتعالى. سبحانه. فالمعنى قيم وعظيم وجميل. حي على الفلاح بقى. الله عز وجل قال لنا الفلاح مش النجاح. ايوه. ايوه. قال لنا انت علشان تبقى حياتك كلها فيها بركه ورزق لازم تصلي. نعم. الله عز وجل بيرزق المسلم وغير المسلم. نعم. لكن البركه في الدنيا والفلاح بتكمل مع المسلم اللي موحد بالله عز وجل. احسنتي. وهذا يدل ويؤكد لنا ان صلاح امرنا وحياتنا بالصلاه. صلاحه. لذلك الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح. ولذكر الله أكبر. يعني الصلاة هي سبب، والفلاح مش النجاح، الفلاح أعم وأشمل. النجاح ده حتة من الفلاح. ممكن واحد ينجح بس ما يفلحش. صحيح. ما يلاقيش شغلانة كويسة، ما يلاقيش رزق كويس، تبقى حياته تعيسة. ده ممكن واحد يبقى، يعني أذكر إن في مرة واحد جاب الأول في السياسة والعلوم الاقتصادية وانتحر. ودور حضرتك في سنة من السنين وانتحر. فأنا عايز أقول الفلاح ده أهم. وبعدين ده فلاح في الدنيا وفي الآخرة. صحيح. يبقى إذن فصلاح أمرنا كله، صلاح حياتنا كلها بالصلاة. صحيح. اللي مش هيصلي لن يفلح حتى وإن ملك أموال الدنيا. صحيح. من جوه مش هيبقى سعيد. صحيح. ربنا يرزقنا الفلاح ده يا رب. هناخد فاصل، هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. هسيبكم مع ذكر الله عز وجل والصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودايما بحب الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اول كلامنا. ومعانا يعني صوت ذهبي وصاحب الصوت الذهبي يوسف سند المنشد بتاعنا. السلام عليكم يا يوسف. عليكم السلام. انا دايما مشرفنا ومنورنا. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. الله يخليك. النهارده بقى يوسف هيسمعنا الاذان، بما اننا يعني فرحانين بالاذان وهنكمل فرحتنا بالايام الجميله دي، فهو يقول لنا الاذان بصوته وانا هترجمها كده على قدي بلغه الاشاره. اتفضل يوسف. يعني بدايه طبعا الحمد لله ربنا من علينا بعوده المساجد، الحياه تعود لطبيعتها بشكل كامل ويحفظنا من كل سوء يا رب. ربنا الاذان بقى باذن الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا صمت. لا اله الا الله. جزاكم الله خير. يعني دكتور احمد الاذان ده من يعني من يعظم شعائر الله نعم. فذلك من تقوى القلوب. نعم. يعني احنا قد ايه بنحس بتقوى ربنا عز وجل واحنا سامعين الاذان. نعم. ازاي نقدر نعظم شعائر الله عز وجل في قلوبنا؟ اولا فعلا في راحه نفسيه عجيبه في الاذان. راحة قلبية وتستمتعي يعني سبحان الله ازاي نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى نتحرك بيها نتحرك بيها يعني انا سمعت الاذان اعظم شعائر ان انا اذهب الى الصلاة ان انا اسيب اللي في ايدي الله اعظم من الدنيا الله اكبر من الدنيا وهنا بقى يعني الموضوع مش بالكلام وفي حاجة تانية دكتور أحمد يعني إحنا دايما لما يبقى في أذان وحاجة صوتها عادي نلاقي أباتنا وأماتنا يقول لا وطي عشان الأذان أيوة سيب الأغاني عشان الأذان نعم فده من تقوى القلوب نعم أحسنتي فعلا وزي ما بنقول إيه بقى من تقوى القلوب الحقيقي إن أنا أذهب إلى المسجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر عايزين المساجد تفضل عمران على طول عايزين المساجد تتملي على طول مش عايزين يا اخواننا سبحان الله التكاسل يعني كلنا اهل تقصير انا ما بتكلمش عن الناس وانا بين لا يعني انا اول المقصرين لكن انا بحاول اتكلم عن نفسي وعن الناس مع بعض عايزين نتحرك بتقوى الله سبحانه وتعالى عايزين يبقى في حاجه عمليه يعني انا هو يا رب بحبك بكبرك بعظمك اكتر من كل مشاغل الدنيا اكتر من كل مسؤوليات الدنيا صحيح انما ان احنا نتكاسل عن الصلاه ده امر صعب صحيح صعب ليه لان انت التفت اليه هل هو اعز عليك من الله صحيح. هل هو اكبر من الله هل هو اعظم صحيح. من الله صحيح ونعم بالله ومن حلاوه الصلاه ومن حلاوه اللي احنا بنتقي ربنا بنحس ده بعدين يعني يمكن الطاعه بتبقى تقيله شويه في القلب بس لما بتدوق حلاوه الصلاه وحلاوه الجبر يعني احنا بننزل لربنا عز وجل
ممكن يكون في قلوبنا حاجة تعبانة قوي بنطلع مكبوين سبحان الله. مسألة هي تقيلة شوية في القلب دي. انت ذكرتيني بقول تعالى بسم الله اللي هي ايه الا على الخاشعين وانها لكبيرة الا على الخاشعين. لكبيرة قال يعني لثقيلة يعني الصلاة ثقيلة فعلا بس الا على الخاشعين. الخاشع لن يجد ثقة مش هلاقيها لا جميلة وخفيفة. مش بس كده ده هينتظر الصلاة بعد الصلاة بس ده مع الوقت ده يا دكتور ده هيستنى والله مش شرط. هو القصة مش قصة الوقت. ممكن واحد الموضوع بالنسبة له عادة يفضل بالنسبة له هو بيروح يصلي وخلاص. وفي ناس كتير كده يعني في ناس بالنسبة له راح صلى لذلك ممكن هو بيصلي عمال يعني أنا سمعت والله أعلم إن بعض الناس شاف حد بيعد فلوس وهو بيصلي واللي عمال يلعب في دقنه واللي عمال يلعب في الغطرة بتاعته واللي عمال لا ليه من الموضوع بالنسبة له عادة. إنما اللي يستطعم الصلاة اللي يدوق حلاوة الصلاة اللي يشعر بقيمة وعظمة مقابلة ولقاء الله عز وجل اللي يعني لما يقرأ القرآن يعرف إن ربنا بيكلمه بالقرآن ده لما يسبح يعيش معنى التسبيح معنى التكبير يدعي ربنا يسأل ربنا لا 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 هيحس إن هو فعلا الصلاة دي عملت له إيمان زاد في قلبه. هذا الزاد هو الذي يبلغه إلى الصلاة التي بعدها. صحيح. يعني كأنه شحن البطارية ويفضل معه لحد الصلاة يفضل بقى البطارية عملها تطلع يجي الصلاة بعدها تكون خلصت يشحن تاني. صلى ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بما أننا جبنا بقى سيدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنرجع بقى ليوسف وتقول لنا وحشنا يا رسول الله بس هنقولها كاملة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام شاهدين يصلي معنا بعد السلام. صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك يا رب. شفت ياما ناس مناها تعيش العمر جنبك برضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قل لي ازاي كده عاش اعيننا حد مش شايفه لو حقيقي هو غالي عليك ارضي في الجنه تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. لسه في جزء من الاغنيه بقى هنكمله في الاخر ان شاء الله. تمام ان شاء الله. طيب عايزين حضرتك تقول لنا كلمه اخيره في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو اشرف الخلق واحب خلق الله الى الله صلى الله عليه وسلم. وهو سيد الاولين والاخرين ولا فخر وهو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. محبة النبي اتباع. تاني محبة النبي اتباع. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اعمل زيه. قلده في أكله في شربه في صلاته في لبسه في كل حاجة. قلد النبي في كل حاجة. في أخلاقه. في كل حاجة. في المعاملة مع المسلم وغير المسلم. في معاملة زوجاته أولاده جيرانه أصحابه إزاي كان صادق ما بيكذبش
ما يقولش كذبة بيضة وكذبة سودة ويقول نكتة يسخر بها من الفقير والصعيدي. خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيحب النبي بجد يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ومغفرة للذنوب. اللي نفسه ربنا يغفر له يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بيحب النبي يعمل زيه. شكرا جزيلا دكتور احمد، ربنا يكرمك ربنا يخليك. طيب هنكمل بقيه الاغنيه. بصوا بقى دي من اجمل المقاطع في الاغنيه، انا بحبها جدا جدا. حاضر اتفضل يا يوسف. ده انا زاد في قلبي حنين ودموعي ماليه العين، طمعان بقالي سنين اني ازور المصطفى مره. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق ليك والله، محمد قلبي عليك صلى صلى الله عليه وسلم. احسنت. شكرا جزيلا يا يوسف، يعني شرفتنا ونورتنا النهارده. شكرا لكم، سعيد جدا ان انا كنت مع حضراتكم النهارده. احنا سعداء جدا بيكم، ربنا يكرمك ويبارككم دايما. ربنا يكرمك. انا بس عايز اقول لكم حاجه عن يوسف يا جماعه. يوسف يعني هو ما بيحبش الا الانشاد، يعني في حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يجازيك خير، وصوتك بجد صوت ذهبي. ربنا يعزك ويبارك فيك ويبارك في صوتك دايما يا رب. ربنا يكرمك. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ربنا يكرمك وشرفنا ونورنا دايما. ربنا يبارك فيك. ربنا يعزك. اخر كلمه حابه اقولها ليكم، ربنا عز وجل اكرمنا بحاجات كتير قوي. اكرمنا اللي احنا نتوضى وبتنزل مننا الذنوب عشان يطهرنا للصلاه ويأهلنا للصلاه. ندخل على ربنا عز وجل واحنا يعني ما فيش معصيه عندنا، احنا يعني ربنا عز وجل هنقف بين ايدي الملك، بنقف بين ايدين الملك بنقول الله اكبر رمينا الدنيا كلها ورا ظهرنا، بنقول سبحان ربي العظيم، بنسجد ربنا بنقول ما فيش اعظم منك يا رب. سمع الله لمن حمده، ربنا بيقول لك انا هسمعك وهستجيب لك. ما كانش دلوقتي يبقى بعدين، تستعجلش، ربنا هيديك الخير كله دلوقتي او بعدين. تخلص الصلاة ملايكة بتدعي لك، تسمع الأذان قبل كل ده ربنا عز وجل بيقول لك أنا هستجيب لك، بس تعالى أنا هحقق لك كل الأماني اللي أنت عاوزها حتى اللي أنت ما حلمتش بيها لسه، بس تعالى. ده المولى عز وجل. ربنا يجمعنا دايما في رحمته ويجمعنا دايما على حبه. أشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.